ورجعنا لكم مع أم حسن. لا خالتي بتقولي خالتك أم حسن، ما تقول أم حسن حاف. ورجعنا لكم مع خالته أم حسن. يلا خالتي سادت شاهد شاهد. خالته أم حسن شو هالأناقة شو هالتياب هودي؟ خالتي ما كلن قالوا لي متعنا بدك تطلعي على التلفزيون معكم، قلت لهم بطلع على التلفزيون، افتقرت هالطعم وقعدت لبست وقعدت بهالبيت. حلو حلو. كيف عرفتي حالك بتتوقعي؟ يا خالتي ياكي هالسؤال والواحد وبعدين بيسوي لي اياها الصعبه، يا خالتي انا من اولتي من اول وعيتي، كل ما بشوف واحد يحب لي بقول له معك صبي بيطلع معك صبي، بقول له معك بنت بيطلع معك بنت، واني كل شيء بقوله بيصير خالتي لا تتجادل معي. حلو. يو؟ طيب خلينا نبلش. شو بتتوقعي للست نجوى كرم؟ هي عليك نجوى كرم، هلا جاب لي نجوى كرم، نجوى كرم متوقعت لها عن قريب، عن قريب ابا الله راد، متوقعت لها اوتوستراد باسمها تصير تصور صيعة ريحتها بالوقت اللي بدها لانه كل اغانيها صارت بالطرقات. لكن نانسي عجرم، لكن نانسي عجرم كل سنه بتبظ لي بنت، نانسي عجرم اذا ما خابت نظرتي لإلك يا نانسي، سنتي الجاي بتكوني حبلي بست بطون بنات وبتواشي فن وبتبلش تقردري. يا خالتي نصير زيتون كتراني الأدوية ما قب هل بهالكليبات كله أدوية دوي تصفي دوي تصفي دوي تصفي لآخر شيء يمكن رح يلقطه ماس هو بالفيديو كليب يشارقت كله سوا يوقف شعره بهطلة. طيب بالنسبة للأوضاع الاقتصادية اللي عم يمرق فيها لبنان شو بتتوقعي للدولار؟ خالتي الدولار انت وانت وقلت الدولار الدولار خالتي الدولار طالع 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 وانت وان عم تطلع طالع من عبي أحاول الدولار طالع الدولار ما بقى فايد دولار راح مطار رفيق الحريري بتوقع له رح يتسكر بهالارض وينقل على سوق حي السلم تبع الخضره هو هيك سوق مدرج طويل كله عربيات خضره عربيات خضره على المتهم بتمشي هالطياره بين هالعلم وبتطلع. يا خالتي توقعاتي للغلا عم شوف الدجاج عم يغلى الكيلو للعشرة آلاف كرتونة البيض عم تصير بخمستاشر آلف داش يا خالتي ما اغلى من الوالد الا والد الوالد يا خالتي. طيب شو بتتوقع انا مرت حسن؟ ما بتحسن خالتي حاشا امتك وقدرك بتوقع لها وعقة صحية ما بتقوم منها بسبب ناتج عن كعبة سكربينتي فضغطها فاي براسها. ام حسن نخرت اللي راس راسها لام حسن ام حسن ام حسن ام حسن شبيك يا خالتي. طب اول شيء طولي بالك ما عادش طايق تقلي. يلا خلصني خلصني يا كنا اربع خمس ساعات حاطتني بهالوجه هاللمبات كلها ومقعدني واني خلقها معبة. طيب ام حسن يا خالتي لا بقى تقول لي ام بطخ والله وجعني راسي عما بتعيط ام حسن ام حسن شبيك يا خالتي. خلص حوس لا ما بدي اسمع صوتك انا بحكي لحالي انت قلي هاد واحد من ايدك وارجع علي وراك. ما بدي بوري فنانة فنانة كبيرة بالعمر بتجيها حفلة بيحكي فيها كل وسائل الاعلام البطاكس يا خاتي والفتاكس والمتاكس وهذا كله اللي بحقنا وبهالوجه شايفة يا خاتي غلب قلكم شايفة شايفة واني من هالإضاءة كلها ماني شايفة شيء عندي لعيوني لا بدي احكي ولا بدي اتصحى خلصنا يلا نهيلي هالحلقة كلها سنة بعد طلب شو يا خاتي شو بتتوقعي لبرج الجدي السنة؟ يا خالتي شو بدي اتوقع لك؟ ما عرفت ما بيقول المجد السنة هي هند فين وجوه المد الشجاع؟ ما الجدي احا وكله خالتي ما انا جدي كلك قاعد مع بيري شو بدي اتوقع لك؟ بتوقع لك انت واربع خمس جديات وحل العالم سرحة فاك يلا اتكل على الله حبيبة قلبي كلك ذوق كلك ذوق حيلي حيلي هالعالم وهالجمهور وهالدنيا كلها وهالعالم كلها ويلا اتكل على الله. من منزل محمد حوري في مدينة لكن بيقول لي محمد حوري وهو قاعد عند ام حاسن لكن حق خذ هذا بدي احكي ولا بدي الله معك احسن من هذا البيت يلا قاعد عندي وكلها الصبر وهالوحده وبيقول لي محمد حوري من منزل ام حسن في بلدة الاول بقاعية علي شعيب رواد يوسف يا صور